انواع الكيمستري اناليزر: مانوال كيمستري اناليزر، سيمي اوتو كيمستري اناليزر، الفولي اوتوماتيك كيمستري اناليزر. طبعا لازلنا في نفس السلسله التي خصصناها الحديث عن احدى طرق القياس في اجهزه الكيمستري اناليزر، وهي الابسوربنس بيس ميثود، والتي من خلالها نتعرف على تركيز ماده ما في داخل العينه. لذا سيكون هذا الفيديو امتدادا للفيديوهات السابقه فيما يخص هذه الطريقه في الثلاث انواع من الاجهزه. ساضع لكم في وصف فيديو اليوم جميع روابط الفيديوهات السابقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية سأبدأ الحديث عن المانوال كيمستري أناليزر. في هذا النوع من الأجهزة بيكون معنا مانوال بروسيس. في بعض الأشياء اللي أنت بتختارها في داخل الجهاز، مثلا بتختار الأبسوربنس مود، بتختار أيضا الويف لينث، الطول الموجي اللي أنت بتشتغل عليها الفحص، وتختار درجة الحرارة. طبعا هذه المعلومات أنت بتاخذها بناء على تعليمات البامفلت الخاصة بعمل الفحص اللي أنت بتشتغله على هذا الجهاز. بالإضافة في هذا النوع من الأجهزة أنت معني بالتحضير والتحضين للتفاعل، بتحضر أنبوبة خاصة بالبلانك والإستاندر وأنبوبة خاصة أيضا بالتست. يبقى الجهاز الوظيفة الرئيسية حقه فقط هو أن يقيس الامتصاص للتفاعلات، بعدها بتروح تعمل الحساب وإيجاد التركيز من خلال المعادلة المشتقة من قانون بيرو لامبرت، بتحط امتصاصية التست وامتصاصية الإستاندر وتضرب في تركيز الإستاندر. هذا النوع من الأجهزة بتدخل له العينة إما الأسبريشن مود أو بطريقة الكيوبت مود. طبعا بتلاحظ في هذا النوع من الأجهزة إنك أنت حضرت التفاعل وحضنت الجهاز، فقط أعطاك قيمة الامتصاصية وأنت أيضا عملت الكالكيوليشن. عشان كده هذا النوع من الأجهزة يسمى بالمانوال كيمستري أناليزر، يعني فقط هو أعطاك امتصاصية، بقية الشغل أنت عملته. النوع الثاني من الكيمستري أناليزر يسمى بالسيمي أوتو كيمستري أناليزر. في هذا النوع من الأجهزة أنت بتحط البيانات الخاصة بكل فحص. طيب من فين جبت هذه البيانات؟ بتجيبها من البامفلت الخاص بعمل الفحص. بتحدد المود اوف رياكشن، نوع التفاعل هل هو اند بوينت ولا كاينتيك، بتحدد ايضا الطول الموجي، بتحدد درجه الحراره، البلانك، تركيز الستاندر والفاكتور. الفاكتور من وين نجيبه؟ قلنا في تفاعلات الكاينتيك والنم فيكس تايم، الفاكتور بتحصله موجود في داخل البامفلت، وتعرفنا سابقا على طريقه استخلاص هذا الفاكتور. لكن في تفاعلات الكاينتيك فيكس تايم والاند بوينت اسي، الفاكتور جاي من حاصل قسمه تركيز الستاندر على امتصاصيه الستاندر. فانت معك تركيز الستاندر، بتدخل وتقيس امتصاصية الستاندر، ناتج القسمة عنهم بيكون هو عبارة عن الفاكتور. الفاكتور رح يضرب فيه الامتصاصية الخاصة بالتفاعل، وبالتالي رح توجد التركيز للمادة اللي انت تريد تقيسها. طبعا نظام ادخال العينة في الجهاز ايضا عندك نظام الاسبريشن مود وايضا الكيوبت مود. بتلاقي في هذا الانواع من الاجهزة انك انت حضرت الرياكشن، لكن الجهاز عمل الامتصاصية وضرب الامتصاصية في الفاكتور، كل فحص على حسب الفاكتور تبعه، وبيحدد كم تركيز المادة اللي انت تريد تقيسها. عشان كده هذا النوع من الأجهزة يسمى بالسيمي أوتو كيمستري أناليزر. النوع الثالث من أنواع الكيمستري أناليزر وهو الفولي أوتوميتد كيمستري أناليزر. طبعا في هذا النوع من الأجهزة هي في الأصل صممت بناء على طرق المانوال، لكن تتميز بالسرعة، تتميز أيضا بالدقة، تتميز في عدد العينات اللي بتشتغلها. مثلا بتلاقي جهاز يشتغل 400 فحص بالساعة، جهاز 180، جهاز 120 فحص بالساعة، وهكذا. بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة ممكن تشتغل على أكثر من تقنية. مهما تنوعت أجهزة الفول أوتوميتد كيمستري أناليزر، لكن بتلاقيها بتمشي في ثلاث خطوات رئيسية. يعني أنت مجرد ما تعطي الجهاز أوردر بعمل فحص معين، ويروح يتعرف على مكان العينة ويبدأ يحضر للرياكشن، ثم بعد ذلك بتلاقيه يروح يأخذ من المحلول ويحط في داخل الكيوبت، ثم أيضا رح يأخذ من العينة ويعمل عملية التحضين، ثم بعد ذلك رح يأخذ هذه المتفاعلات إلى المكان المخصص في القياس، ثم بعد ذلك يعمل الحسابات ويعطيك النتيجة النهائية. طيب بأخذ مثال سريع في جزئية الأناليسيس. في محاضرة الأسبوع الأول تحدثنا عن الكاليبريتور، وقلنا في أجهزة الفول أوتوميتد في عندنا حاجة تسمى سيفاز، اللي هي عبارة عن كاليبريتور فور أوتوماتيد سيستم. المهم ميزة هذا الكاليبريتور إنه ممكن يكون هذا المحلول يحتوي على تركيز أكثر من مادة. فأنت لما تدخل الجهاز إيش بتعمل؟ بتحط تركيز كل مادة، يعني بتدخل على كل فحص وبتحط التركيز الخاص بها. بعدين الجهاز راح يقيس لها الامتصاصية ويرسم كيرف، يعني نفس فكرة الستاندر اللي هو يكون معك التركيز معلوم وانت بتقيس الامتصاصية، هي نفس الفكرة. بتقيس الكونسنتريشن بيكون معك والامتصاصية بيقيسها، فكل واحد من هذه الفحوصات بيرتسم له كيرف خاص. بعدين ايش اللي بيحصل؟ بيحصل انه لما تدخل العينة رح تسقط على هذا الكيرف، يعني دخل عينة حصل امتصاصية بيحسب لها الامتصاصية، ثم بعد ذلك رح تسقط على هذا الكيرف ويحدد لك كم الكونسنتريشن.
فمثلا إذا كان هذا الكيرف خاص بفحص الجلوكوز، امتصاصية الجلوكوز راح تسقط على هذا الكيرف ويحدد لك تركيز الجلوكوز الموجود في داخل العينة. تلاحظ إنه الأساس هو نفس قانون بيرو لامبرت اللي كان في طرق المانوال، هو نفسه الآن اللي موجود في الفول أوتوميتد. عشان كده قلنا إنه الفول أوتوميتد كيمستري أناليزر هي بنيت على التقنيات المانوال. إذا من خلال ما سبق بتلاحظ كيف إنه الأبسوربنس سبيس ميثود تدرجت في طرق المانوال والسيمي أوتو كيمستري أناليزر والفول أوتوميتد كيمستري أناليزر. وفي الأخير على أي نوع من أنواع الكيمستري أناليزر لابد أن تعمل تقييم لشغلك وتستخدم الكنترول باستمرار، لأنه مش خلاص أي نتيجة يطلعها الجهاز أنت بتاخذها. تذكر دائما machine doesn't have brain، وأنت الشخص اللي بتقود الجهاز وليس العكس. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.